حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفش فقرة مزاين الكتب. مثل ما عودناكم دائما على التجدد والتنوع، اليوم التجدد معنا وين؟ في طريقة عرض فكرة مزاين الكتب. بدل ما نعرض لكم الغلاف ونسمع تعليق الدكتور مؤلف الكتاب نفسه خص يا أهلا بالعرفش بهذا الفيديو اللي راح نشوفه، وبعدين نسمع تعليق الدكتور. الكتاب صناعة المحتوى الإعلامي، وهو للكاتب ماجد بن جعفر الغامدي. خلونا نشوف. وأسعد الله أيامكم كل خير. كتاب صناعة المحتوى الإعلامي بدأت فكرته 2014، صدر ولله الحمد 2017. خلال هذه الفترة هناك قصة حلوة قلت أسجلها لكم وأنا أمشي، طبعا استجابة لتعليمات عام للمعرفة الأستاذ أحمد العرفج. طيب، الكتاب بدأ بدورة تدريبية قدمتها في هذا المجال. أنا مهتم في الإعلام ودرس إعلام واهتماماتي إعلامية، قلت خليني أسوي دورة عن صناعة المحتوى، كيف الناس يصنعون المحتوى. نجحت، قدمتها مرة ثانية نجحت، قلت لا لازم أطورها. ترجمت مواد من اللغة الإنجليزية كثيرة، طورتها، بدأ اهتمام كبير عندي لين أصبح بين يدي مادة هائلة كبيرة كلها عن المحتوى الإعلامي. هذه المادة أخذتها وطورتها بنفس الكتاب، يختلف عالم الدورات عن الكتب، بنفس كتاب وأصدرته، يعتبر هو كتابي الثالث في هذا المجال الإعلامي ولله الحمد. طبعا الطبعة الأولى، الثانية، الثالثة، الآن وصلنا إلى الطبعة الرابعة، وإن شاء الله تعالى يكون أثرينا المكتبة العربية بشيء مفيد عن عالم الإعلام. تحياتي. شكرا للزميل ماجد الغامدي والتعليق عندك. شوف، أول شيء أنا أحب ماجد لأنه الحقيقة شاب مكافح وماسك خط من زمان، نتابع وماسك خط صناعة المحتوى. يختلفون عليه الناس كعادة أي شيء في الدنيا، الناس تختلف عليه، لكن أنا أدري أنه هو شاطر. له كتاب ثاني إن شاء الله حنعرضه عن الكاريزما، وأدري أنه يدرب بعض الوزراء على الظهور الإعلامي، وهذا إنتاج جميل جدا. الناس طبعا احنا بندلع مشاهدي ومشاهدات الهلبل، نقرا الكتاب 4 ساعات ونلخصه في 4 دقائق. اعتقد هذا الكتاب من حق اي انسان يستخدم السناب او يعمل في الاعلام او حتى في مطعم انه يقرا صناعه المحتوى عشان يعرف صناعه المحتوى. هذا فن غربي امريكي انجليزي، لكن في العرب اول من تنبه له الجاحظ. الجاحظ تكلم عن قضيه تهمك انت في الشعر، وهي الشكل والمضمون. صحيح، الشكل والمضمون. الشكل هو الشيء الخارجي او المنصه، أو خلينا نقول أي شيء. المحتوى هو المضمون الداخلي للمعنى، معنى البيت. لو بسطنا المحتوى، ما هو المحتوى؟ لما تجي أنت تقول صحن سليك، هذا محتوى. الحاوية اللي تضمه، هذه الحاوية، عشان كذا لما تجي للكتاب محتويات الكتاب، المادة حقت الكتاب، قائمة الطعام في المطعم، هذه محتويات الكتاب. بيل جيتس له تصريح خطير يقول content is the king، المحتوى هو الملك. فعلا أنت لو تلاحظ برنامج يا هلا بالعرفش إذا في نجاح، لما هو برنامج يا هلا اليومي ناجح ليه؟ المحتوى. المحتوى صحيح. هو الأساس. طبعا في مكملات، المنصات والجمهور المستهدف والشاب المقدم الظريف مفرح أو جمال، كل صناع المحتوى، صناع يعني صناعة المحتوى. والحقيقة أيضا ماجد سد ثغرة مهمة في الثقافة العربية في تحليل محتوى، لكن ما في الصناعة. زي اللي شرق غرفة نومه وعنده بيت لسه. احنا الحين قبل أن نحلل المحتوى علمني كيف أصنع محتوى. والحقيقة ماجد وفق، جاب لك الخطوات واحدة واحدة واحدة، مسكك من البداية. هو الكتاب أيضا للبسطة. أنا إن شاء الله حيكون بيني وبين عمل ماجد، بيني وبين ماجد عمل في صناعة دورات في صناعة المحتوى في الرياض، لكن في جدة في ضم الجيم مع الأستاذة هبة قاضي حنسوي دورات، لأني لاحظ أنها مهمة. إحنا ما نقول للناس ماذا تفعلون، لكن نقول لهم إذا أردت أن تذهب إلى المنطقة الفلانية فهذه الخريطة حقتها. جميل. خريطة الكتاب مهمة جدا. المحتوى ما زال ينفق عليه كثير، وما زالت بعض الوزارات متعثرة في صناعة المحتوى. تلاحظ أنت أحيانا يكون ميزانية كبيرة لكن المخرجات ضعيفة، لأن المحتوى يعتمد على 4 أشياء: توليد الفكرة، صناعة الفكرة، بعدين المنصات التي تنتشر منها الفكرة، وأخيرا الجمهور المستهدف. ليش أنا دخلت في التيك توك؟ لأنه مستهدف الأطفال. فصناعة أيضا حتى لو أسويها أنا بطلع أسبح، أطلع وأنا راكب فوق حمار، أطلع في أشياء مستدر، ما أطلع أشرح لهم عن كلام الشكل والمضمون ونظرية السرد عند الجرجاني، لا، أعطيهم المضمون اللي هم محتاجينه. من المهم أيضا التركيز على أنه 90% زي ما جاب أخونا ماجد في الدراسات، 90% الناس تهتم في المرئي، 8% مسموع، 2% الوسائل الأخرى من القراءة وغيرها. أتمنى أنه نقتني الكتاب هذا، وأتمنى أيضا نتابع برامج ماجد في اليوتيوب كثيرة يبسط مفهوم المحتوى. جميل جدا.